ديما ديما المغرب. فرحانه بزاف حيت ربحوهم، مبروك عليهم الفوز، تبارك الله عليه. وليد الركراكي عطا مزيان، تبارك الله عليه، وتبارك الله على اللعبه كاملين، تبارك الله عليهم. بصراحه الاحساس ديالك احساس جميع المغاربه، فرحانين بزاف. هذا التاهل كان تاريخي، وتاريخي بالكره يعني بالتقنيه، وكنتمنى ما صار جيد للمنتخب الوطني وبمزيد من الفوز ويفرحوا المغاربه وصاحب الجلاله الملك نصر الله، وعاش المغرب وديما منتخب. فرحانين بزاف بالتاهل ان شاء الله الدمي في الكار فينال، والبرتغال ان شاء الله حتى هي غنديروا ماتش كبير، وديروا النيه ديروا النيه كيف قال الركراكي، وان شاء الله يكون خير. وتبارك الله راه الدراري راه كانوا فيزيكمون مزيانين، تاكتيكمون كانوا توب، ماشي مزيانين كانوا توب. شوف الخطه اللي قال لهم السي وليد، جراو الماتش، داكشي اللي كنا بغينا حنا، كنا بغينا نجريو الماتش ونوصلوا البينالتيات. الحمد لله داكشي اللي كنا بغينا هو اللي طرا. المغاربه دابا دازوا ان شاء الله العقوبه للدومي فينال ان شاء الله. قال لهم شوف، قال لهم ديروا النيه، راه الكره تضرب بوطه وتخرج، وداكشي اللي كاين ضربات في التومول وضربات في الدور التمهيدي، ضربات بصح لبرا وخرجات. قال لهم ديروا النيه، واللعابه الصراحه كانوا رجال. زياش اللي كان خالي الوزيت ما كيدخلوش، ها هو شوز دار، كتحس بيه لاعب نفس خسر من بزاف ديال اللعابه. غنقول ليه انت بزاف بروفيسيونيل، سالينا شوف واعي. المغرب علينا، جابوها وتقاتلوا، عاش المغاربه. وريهم اسود الاطلس علي علي، وعليش قادين ديما وعلي علي 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 قلوبنا معاكم ديما علي علي، وحتى دعاوي لمويمه علي علي، وريهم اسود الاطلس علي علي، وعلاش قادين ديما علي علي لعبوا كونوا غايه علي علي لعبوا هزوا الراية.